التعاون بمجال المناخ يعيد صياغة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، هذا ما أكد عليه المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كاري خلال لقاء جمعه مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي في اليوم الثاني مع محادثاته في بكين. يأتي هذا في الوقت الذي يدفع فيه البلدان باتجاه إحياء الدبلوماسية المتعثرة بينهما للحد من الانبعاثات. وقال كيري إن المحادثات قد تمثل بداية جديدة للعلاقات بين أكبر بلدين مسؤولين عن انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري في العالم، والتي توترت بسبب خلافات حول تايوان والتجارة. نأمل أن يكون هذا بداية لتعريف جديد للتعاون والقدرة على حل الخلافات بيننا. يعلم كلانا أن هناك اختلافات حقيقية، لكننا تعلمنا أيضا من التجربة أننا إذا تعاوننا سويا فسوف نتمكن من التوصل إلى وسائل للتغلب على هذه التحديات. من جانبه أكد وانغ أن التعاون بشأن التغير المناخي يتقدم في ظل المناخ العام بين الصين والولايات المتحدة، مضيفا أن هناك حاجة لعلاقة صينية أمريكية صحية ومستقرة. التعاون في مجال تغير المناخ يمضي في ظل مناخ أشمل بين الصين والولايات المتحدة. نحن بحاجة إلى علاقات ثنائية قوية ومستقرة. نأمل أن تتخذ واشنطن سياسات مقبولة وعملية إيجابية تجاه الصين. وفيما يتعلق بالعلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، شدد كيري على أن الرئيس جو بايدن ملتزم بالاستقرار في هذه العلاقة، وأيضا بتحقيق جهود يمكن أن تحدث فارقا كبيرا في العالم. وتوالت زيارة المسؤولين الأمريكيين للصين في الأشهر الأخيرة لتحسين العلاقات الدبلوماسية. وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي في وقت بات تأثير التغير المناخي واضحا مع موجات حر في عدد كبير من مناطق العالم.